انا الله انا كله موعود مع ضوء الشمس، الشمس اليوم الغيوم قاعده يعني تحجز نصها، فالطاقه من الله سبحان الله. احنا اليوم ندور القمر لان اليوم سبحان الله 14 ربيع الاخر 1443 19 نوفمبر 2021. انا اليوم خاطرتي خاطرت اليوم عن الخطا سبحان الله. الله بالقران يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطاؤون التوابون سبحان الله. رفع عن امتي او كما قال الخطا والنسيان ما استكرهوا عليه. احنا درسنا مع عدل ما شرعي بمنطقه الفحيل الكويتيه بالسبعين، كانوا كل المشايخ وعلماء ازهريين ومن سوريا وكل دول العالم مقرئين وكله، فعلمونا يعني. بس سبحان الله الواحد مرات بطبعه يكون يعني خجول، بس هو كانوا كله حتى الوالد سيد وسام هاشم السي احمد الرفاعي صاحب المعهد ومدير نائب شيخ الطريق الرفاعي الصوفيه بدارسه المنصوريه كله يحاول ان طلبته واولاده ومريدينه في الطريق الرفاعي الصوفيه يخليهم يتكلمون يقول يعني حاولوا. فسبحان الله يعني ما حد بهالدنيا بدون خطا، بس انه مثل ما يقولون الواحد لازم يتعلم من خطأه. يعني الحين انا تعلمت بالحياه ان الناس بعضهم كلش يبي عقبتهم يمشي على انامل اطراف اصابعه، ما يبي غلط ما يقدر، يعني ما يبي تطلع منه هفوه، ما يبي يطلع منه نكته، ما يبي تطلع منه يعني خل فلان يعني مثل ما يقولون مرات انت ما تقدر تكسب الكل. وصحيح المثل كانت حتى يدة ام حسين الله يرحمها تقول او صديق ولا عدو واحد، بس مرات انك انت يعني تطلع منك شغله عفويه، يعني الواحد يصير ريلاكس على طبيعته. انا لاحظت شوي احنا مجتمعنا الكويتي كلنا جديين، يعني لازم واحد يغلط يدش مغفر يعاقب ابوه مسؤوله بالدوام، لابد لازم تحصل. انسان ما هو ملاك ولا هو معصوم مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا ان شاء الله بهالدنيا نتعلم من الواحد، يتعلم من الخطا. ياما ناس كل جاي واد كبوه، يعني الخطا هو وصلهم الى مرادهم. فسبحان الله، وهي الأم يعني هي سبحان الله القائدة، هي اللي توجه أكثر من الأب، يعني أم هي اللي ترعى وهي اللي تتابع وتحس نفسيا فلسجيا. فسبحان الله، هي الشمس ما تخطئ من المشرق إلى المغرب، هي والقمر واللي يعني الأفلاك هاي السماوية. فإن شاء الله يا رب احنا نتعلم من أخطائنا ونطور أدائنا. يعني كان دورات تدريبية أول بالخطوة الجوية الكويتية وكاسكو كلها تطوير الأداء الذات القراءة السريعة سبحان الله. وكان إدارة عامة في التجارة 8 دكتور طارق الرئيس الإدارة العامة، يعني شلون الدولة تدير كلها لها مدبر يعني. فسبحان الله من صدقك كله، يعني إذا واحد غلط يقولوا للكويتيين من صدقك اخر مره المصريين اوعى تعملها، شو هيدا العراق ايش بيك سودا. هو الواحد ما يخالف في الدنيا، بس اهم شيء انه هو يعني يتعلم من خطأه، ويا رب انك تعفو عن كل مخطئ. وشكرا.